لا عنده 3 سنين مش من اليوم. شو برمي اجي نقول لك حاجه، موا جي ديكوفير يوسف مساكني لافي 16 ans. دونك انا يوسف وإيهاب جو لي زادور وكل شيء، لكن راهو لا فيريتي دو تيران الي تري تري امبورتونت. اليوم يوسف زاده يدوا هذا مهم برشا، يدوا ميو سو فير روغريتي كو روغريتي دو ريستي. لان اليوم راهو اذا كان تقول جي نهار وتعرف روحك انت، انت اليوم مدرب الوطني التونسي، يجي يوسف مساكني يقول له اسكو تو بري اسكو تو ديسبونيبل بور كومونسي لو ماتش، باش يقول له اي با با سو باسي دو لوي. لان اذا سي سو باس دو لوي تعدى ماتش مش باهي يقول لك علاش ما لعبتوش، سي اذا كان يلعب ويتعدى ماتش خايب يقول لك جي كومين. انت تتصور انه منظر كبير يحكم في الحكايه؟ لا شو لا سامحني، لا منجي انت توا باش تجبد انت لا لا مش لا انت هل تتصور احنا نعرفوا انه على مستوى القائمه، نعرفوا على مستوى التشكيل الاساسي، ونعرفوا في الميتون شكون يهبط للفستير. دونك وقت تجي تقول لي يوسف المساكني اجي نجم يكلمه كل احنا نعرفه ويلزمنا نقولوها، والشيء هذايا مازال متواصل، ان منظر كبير محكوم على امره، ومنظر كبير ما ثماش برشا حاجات يحكم فيهم على مستوى الفريق الوطني. سامي هذا مش رايي، هذه حقيقه. سامي نقول لك حاجه، اذا كان اليوم انترنور بلا سماح سيدي المنجي، هو بخلاف رايك ولا حقيقه الكلام فوز البنزرتي تقريبا وين يخرج يقول ويأكد. انا قلت قبل مش خاطر انا منذ اسبوع في تونس نقال نفس الكلام، مش خاطر انا قلتها، مش انا خاطر انا قلت لاني انا صحفي وعندي المعلومه انه السيد هدايا هو اللي يعمل القائمه، نعرفوا انه السيد هدايا هو اللي يعمل التشكيل الاساسي، ونعرفوا انه السيد هدايا يتدخل بين الشوطين، يدخل معناتها للفستير والناخب الوطني قاعد وهو يتكلم، هذه انا عارفوها. لذا وقت اذا باش نحملوا مسؤوليه، ثم مسؤوليه المدرب، لكن ثم مسؤوليه انسان اللي هو رئيس الجامعه، واللي هي راهو مش يخبي فيها، راهو ما يقولكش انا ما ندخلش، لا ما يقولش ما ندخلش. لذا هو ايضا مسؤول على الاختيارات الفنيه، اذا مسؤول على اختيارات اللاعبين، ومسؤول ايضا على النتيجه وعلى الاداء. انا نحكي سيرج تفضل اخوي اسلام، انا نحكي انا فوتبول، نحكي انا كوره، لان انا ثم اشياء ممكن سامي ولا انت اخوي اسلام تعرفوهم اكثر مني انا، لكن انا اليوم نقول اللي اي ناخب وطني في اي بلاد في العالم اذا كان ما عندوش شخصيه وما عندوش قوه شخصيه وبيرسوناليتي بور فير باسي سي زيدي، انا في بلاصتو نقدم استقالتي. لان اليوم اي شخص كان ينجم يعطي اوتور دو ليكيب ناسيونال يعطي وجهه نظره، لكن لا ديرنيير ريبونس. انا نعطيك ان اكزامبل صار اخر مره مع الفريق الجزائري، وعلاش نقول انا وبارك الله فيهم اللي ايزون لوفي لو بيي، نحب ولا نكره، ولا كانوا يعطيونا ان كارتون باش يقعد في التاريخ، لان اللي شفته شيء غريب. جاء واحد من المسؤولين لسليماني، اللاعب سليماني، قال لهم راهو عنده اتصالات بموناكو يلزمو يلعب بالمادي، قال له جو في فوار. الحرف الواحد سليماني لعب دقيقتين الاخرانيين في المباراه. دونك بور دير انا نسمعك كصاحب، مي لو بوفوار ديسيزيونيل عندي انا، ناخذ ديسيزيون نتحمل مسؤوليتي. لكن اليوم ثم برشا مدربين زاده كانوا يحكموا فيهم رؤساء الجمعيه، منهم مدرب على علم، وانا وقت اللي قالوا له العب هكا وبدل طريقه اللعب وخسر 2-0 في الشوط الاول تو في الاوف، نعطيك اسمه نسميها لا ماذا بك، لا الله يخليك يا اخي. في الميتون قال له السيد الرئيس كيفاش نلعبوا، قال له تحمل مسؤوليتكم. بعد سال الرئيس ما ينجمش ما يغيرش الفريق، وغير الفريق وفاز الترجي الرياضي التونسي ب 3-2. دونك انا نقول تو سامبلومون اليوم في الترجي الرياضي التونسي، انا نقول اليوم ربي خلينا شو الحاجه اللي انا نقولها ديما، والله البلاد هذه كان نعرفوا قيمه برشا اشياء ونحطوا الشخص المناسب في المكان المناسب. اليوم ما نستحقوش الكفاءات تاع سامي ولا تاع مونجي ولا انا، جي با بزوان باش نحب مي نستعملوا الكفاءات نتاع الناس. اليوم نستعملوا مصلحه الاشخاص وديتريمون مصلحه النادي. نعطيك علم اللي الناس لمصلحتهم هما طلع مع فريق كبير ماشي لمصر، هو يحب النجم الرياضي الساحلي، وصل للمطار في ليبيا ولا يحب الترجي الرياضي التونسي. دونك اليوم سا سوفي بالاشياء اللي قاعده صايره في الكره في الرياضه. اذا كان باش نقدموا بالرياضه يلزم ان بروجرام عملته المانيا
وقت اللي كلات اربعه بلاش كانت تفكر سامي ضد كرواسيا اون 98 عملتها فرانسا وقت اللي عملوا كلير فونتين قالوا 10 سنين مش نعاودوا نبنيو بعد 10 سنين برافو عليك وقر تشوف المانيا وين موجوده واليوم تشوف لي كلوب راهو اليوم زاد لي كلوب تونيزيا يلزمنا اليوم اون ريونيون بور لانتيري دو فوتبول تونيزيا لان عندنا ان غاشي انورم راهو اليوم اليوم لي كلوب سي عندهم لو بوفوار ديسيجنال سي كلير كو برشا دي كلوب دي بريزيدون كلوب عندهم شيكان وعندهم مشاكل وكل شيء لكن اليوم لانتيري نتاع البلاد قبل كل شيء واليوم عندنا الامكانيات او نيفو دو جو او نيفو دي فوتبالور يلزمنا نعملوا او نيفو دو لا فورماسيون باش ما نبداوش ديما تريبيتور دو تيل او تيل جوار اللي هو يجي لهنا مش عامل علينا مزيان اللي يجيب الجوار التونسي اللي يلعب لبرا مرحبا به يلزمه يكون احسن من الملاعبيه اللي يكون اللي انت موجودين عندك اليوم هذا الاشياء هذه رؤساء النوادي نجموا غيروها افيك اون اسامبلي اكستراوردينير نجموا غيروا نجموا يعملوا برامج لمصلحه الرياضه التونسيه اليوم برشا جوارات الجيل تونس وانا نقولها ديما الجوارات اللي جيل تونس عندك 96 و97% ان فياسكو يا ان فياسكو توتال فينانسي دو تو سكو تو فو احنا اوني نيميرو 1 في الفيفا على العلم نيميرو 1 الشكايات اللي قاعده صايره يلزمنا نشوفوا لا رياليتي اون فاس بور لانتيري دو كلوب لا بيرسون اديكوات على بلاس اللي لازمه باش تكون لمصلحه النادي لا لمصلحه الاشخاص. سامي كي نشوفوا القائمه ما غير نقراو في الاسامي ابرز ملاحظه فهلي موجود ثلاثه اظهر على اليمين وثلاثه اظهر على اليسار. اسامه الحدادي علي معلول وعلي العابدي على اليسار حمزه المفلوثي محمد راجل وجدي كشريده على اليمين. شوف هي هي حاجه بيزار شويه معناها شوف هي القائمه سامحني سامي سورتو الدوميسيل نعطيك حاجه والله توقف المخ سورتو الدوميسيل تعرف جيرو كي يمشي يلعب الاكستيريور سامحني خويا سامي خويا اسلام جيرو كي يمشي الاكستيريور وقت اللي راني اوكسير يمشي سون غارديان رومبلاسون افيك ان جوار اوفونسيف ان اتو سوبليمونتير احنا تجيب لي ثلاثه ريال دروا ثلاثه ريال غوش ضد غيني الاستوائيه سامي لا شوف معناتها انا نتبع معناتها ملي دخل معناتها منذر كبير شوف العمل نتاع المدرب والناخب الوطني تشوفوا ثم تواصل ثم اون سيرتان لوجيك حتى ولا كان ثم مرات توارث ثم لاعب مش في فورما ولا لاعب مضروب ولا حاجه ان يا اوكون ليني ديريكتريس وقت نقول لك يا اوكون ليني ديريكتريس تبدا انت تبدا بالاساس الاساس نتاع فريق كرة قدم هو حارس المرمى عمل هو في وقت سابق باش نجيك الجارديان احكي لي على النقطه هي بعد نجيك اي معناتها هذايا القائمه هذه القائمه هذه تعني ان الناخب الوطني هذايا ما عندوش فكر ما عندوش برنامج ان با اون فيريتابل ليني وهو نقول لك معناتها وهذا يترجم على الميدان الفريق الوطني التونسي ما عندوش هويه ما عندوش هوية في اللعب نتاعو ما عندوش هوية، لا عنده هوية لا عنده ساعة دي شيما تكتيك فيكس، لا عنده توا وقت تجي أنت تقول مثلا تلعب يا سيدي عندك ثلاثة على اليمين وثلاثة على اليسار، معناتها يلزم من الستة هذوما عندك زوز غلة تنجم أنت تبني اللعب نتاعك على دو جران زاريير لاتيرو، تبني على دو جران زاريير لاتيرو، أور احنا نعرفوا اللي معناتها على المستوى الدفاعي على المستوى الدفاعي ما ثم حتى واحد منهم كي تري فور سو لو بلان ديفونسيف حدادي قوي شويه ولا ما ينجموش يكون ثلاثه حدادي ينجم يكون قوي وقت حدادي تحطه غاديكا ما يقدمش ما ينجموش يكونوا ثلاثه في مستوى باهي باش ما يتنحى حتى حد منهم هما كيما ما هي السابقه تو مثلا انجلترا في القائمه الاخيره عندها تروازريه جروا عندها تريبيير وولكر وارنولد كيف معناها شوف انا قلت لك ثم ليدي دو باز ليدي دو باز انت وقت تجي مثلا انت في سامحني اربع سامي عندها جيمس بتاع تشيلسي في نفس القائمه عندك في الندوه الصحفيه يجي مدرب وطني ولا يجي مدرب ويسالوه ويقولوا له الواه انت جايب تروازا رياض لاتيرو غوش وتروازا رياض لاتيرو دروا ويفسر هو الواه جايب هدايا فسرش هو هدايا هو فسر الحدادي قال نعتبره اكسيال ولو انه عمره ما لعب اكسيال تقريبا في المنتخب حدادي لعبوا اكسيال لعبوا هارير جوش لعبوا دمي ولا لا لعبوا دمي قلت لك الفكره غير واضحه الفكره غير واضحه من حارس المرمى
الى اخر مهاجم.